شيخ جزاكم الله خير. رجل اغتسل من جنابه ثم لم يتوضأ ولم يستنشق، هل يصح من ذلك؟ لم يستنشق ولم يتمضمض؟ ولم يتمضمض. نعم. هذا لم يصح الغسل. المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل ولا بد منه. أما الوضوء فليس واجبا في الغسل، يعني لو أن الإنسان تمضمض واستنشق وانغمس في بركة ناويا رفع الجنابة فلا حرج عليه، يصلي ولا حرج، لأن الله تعالى جعل للجنوب طهارة خاصة. ماذا قال؟ إن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكروا الوضوء، فدل هذا على أن فرض الجنوب أن يتطهر وإن لم يرتب وإن لم يتوضأ. لا بد من المضمضة والاستنشاق، لا بد منها في الغسل والوضوء.